معانا مين يا استاذ احمد؟ معايا الدكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي لوزاره الموارد المائيه والري. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا يا استاذ سامح، اهلا اهلا بحضرتك بيك يا الساده دكتور يسري، وكل سنه وحضرتك طيب. أهلاً. موسم صيفي ناجح ان شاء الله ومستقر باذن الله. ان شاء الله. الجديد عن زراعه الارز، خصوصا ان في خبر سعيد للمزارعين. تمام. هو بص يا فندم، خلينا نبقى متفقين في من حيث المبدا كده، ان وزاره الري والموارد المائيه والري ووزاره الزراعه يمكن هما الاثنين الوزارتين المعنيين بالتنسيق فيما يخص الزراعه بوجه عام في جمهوريه مصر العربيه. وزاره الري باعتبار ما لديها من نقول اداره الموارد المائيه لكافه القطاعات المستخدمه المياه، وقطاع الزراعه والقطاع الكبير المستخدم للموارد المائيه والري. وزاره الزراعه بما لديها من خطه نقول توفير الزراعات والمحاصيل الاستراتيجيه والمحاصيل القوميه وكافه الزراعات على الخريطه الزراعيه في جمهوريه مصر العربيه. ولذلك هناك لجنه تنسيقيه كما تعلم حضرتك السامح، لجنه تنسيقيه عليا بين وزاره الموارد المائيه والري ووزاره الزراعه بتجتمع بصفه دوريه بتناقش جميع الامور المتعلقه بالزراعه، منها زراعه الارز. تمام. جميعنا يعلم تحديات المياه التي نجابهها، وخليني اقول لحضرتك بالفعل احنا بنجابه تحديات مائيه ولسنا في حاله وفره كما يقول البعض ان هناك وفره مائيه وان هناك هذا الكلام. هذا كلام يعني جمله وتفصيلا، ليس لدينا وفره مائيه، ولكن لدينا عقول في وزاره الزراعه تنتج سلالات من المزروعات سواء كان قمح سواء كان ارز. هذه الزراعات بتتحمل درجه كبيره جدا من نقول او نقول الزراعات القصيره العمر، واخد رايك، الارز قصير العمر، سلالات اللي هي بتبقى اكثر انتاجيه. وبناء عليه من واقع الحال اللي هو موجود لدينا، هو الزراعات اللي هي زراعه الارز هي كان مقرر ليها اللي هو كميات المياه التي قررت العام الماضي. الجديد في الموضوع بقى يا استاذ سامح، ان وزاره الزراعه من خلال الاجتماعات التنسيقيه قالت ان هيبقى هناك سلالات من وانماط من الارز وانواع من الارز اللي هو المبكر وقصير العمر والنوعيات التي تتحمل درجات عاليه من الملوحه. ولذلك احنا نظرنا الى الموارد المائيه المتاحه في محافظات الدلتا التسعه اللي هو تم الاعلان عنهم، في اطار ان هو مياه الخلط بقى، مياه اعاده مياه الصرف الزراعي، المياه النيليه اللي جايه، فما هو مقرر اطلاقه لزراعه زمام محدد هي موجوده. ما سيزيد في المساحات سيكون بناء على ابتكارات علميه اللي هو والسلالات ونوعيات الارز التي تعطي او يمكن زراعتها على مساحات اضافيه بنفس كميات المياه. يعني احنا المساحه هي نفس مساحه العام الماضي، لكن اللي عاوز يزرع ارز في بعض الاراضي هيقدم طلب. مش موضوع العايز برضه. تمام. لان طبعا يعني هذا الكلام بيبقى في اطار تنسيقي تام وفي اطار رؤيه تحقق المستهدف من هذا الامر. يعني متى اتخذ قرار بشكل ما يجب ان يكون في اطار تنسيقي. لا هو ملزم حاكم. انا فاهم ان هو ملزم، بس اللي كان بيحصل في السنوات الماضيه يا دكتور ان في بعض الزمامات كان بيبقى فيها نسبه ملوحه مرتفعه جدا او فيها مشاكل في الصرف. هو يمكن استاذ سامح، انا يمكن من فتره قريبه احنا كان في بيان قلنا فيه راعينا فيه هذه الجزئيه طبقا لطبيعه التربه وطبقا للسلالات ومش من تلقاء نفسه ده، هو بيبقى فيه تنسيق وفي تقديم طلب لمديريه الزراعه والتواصل مع وكيل وزاره الري. هو مش من تلقاء نفسه، هو في تنسيق وخطوات. تمام يا فندم. اللي انا عايز اكد عليه يا استاذ سامح تاني وزاره الموارد المائيه والري متى كان لديها، هي يعني بطبيعه الحال وكما نعلن دائما، تمام، نحن نعاني من نقص الموارد المائيه كما نعلم في ضوء احتياجات متزايده. صح. قطاع الزراعه كما نعلم هو القطاع الاكبر المستخدم للنصيب الاكبر والنسبه الكبرى من الموارد المائيه المتاحه في مصر، اكثر من 85% او حوالي 85%. صح. من المياه المتاحه في مصر. وبناء عليه انا لو عندي وفره لن يعني الوزاره لن تؤخرها عن اي قطاع مستخدم. صح. في ظل رؤيه الدوله للتنميه المستدامه انا عايز اخلق مجتمعات عمرانيه جديده، فلا بد ان اوفر لها مياه شرب. تمام. وبناء عليه لابد ان الجا الى التكنولوجيا الحديثه والابتكارات العلميه اللي الزملاء يعني الاجلاء في وزاره الزراعه في مركز البحوث الزراعيه لديهم منها الكثير،
يعني يقدموها ونضع يدنا في يد البعض جميعا ونعبر بالمرحله ونحقق اكتفاء يعني نقول يلبي رغبات الجميع في ضوء ما كان متبع العام الماضي وهكذا. لكن تعلم السامح ان احنا في الستينات القرن نقول الماضي وقت انشاء السد العالي كان التصميم على نفس المقرر دوت، وكانت هناك وفره مائيه كبيره، ما بالك احنا الاعداد تزايدت واعداد السكان تزايدت ولدينا احتياجات قطاعيه كبيره جدا لتحقيق اغراض التنميه. نحن مع الجميع ومع التكنولوجيا. اللجان التنسيقيه دي مهمه جدا جدا، لان احنا كده بناخد قرار مكتمل الارقام. الاصناف الجديده اللي في مركز البحوث الزراعيه، كميات المياه المتاحه من خلال وزاره الموارد المائيه والري، فبيبقى قرار صائب بيدرس جميع جوانب الملف. مصر دوله مؤسسات فعلا. وزاره الزراعه ووزاره الري دائما ما تنظر الى مصلحه المزارع، ولكن في الاطار العام وضمن تحقيق الامن المائي المصري. تمام. ما يعني 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 لك ان تعلم ايضا نحن لدينا يعني فجوه في المياه يتم تخليصها الى من خلال استيراد اللي هي حضرتك الايه المياه الافتراضيه، المحاصيل الزراعيه والتي لا يمكن توفير مياه لها. نحن نعاني ندره مياه شديده، ولكن ما هو متاح ما هو كان مقرر العام الماضي ان شاء الله بالنسبه للمياه. يعني انا بس سؤال سريع، المساحه قد ايه للموسم القادم بالظبط؟ هو حضرتك المساحة بالنسبة اللي هي مقررة طبقا للمياه اللي هي موجودة، المساحة اللي هي تمت الإعلان عنها العام الماضي 724 ألف فدان، وما بناء على تكنولوجيات بقى اللي هي الأنماط الزراعية والسلالات والأرز المبكر هتيجي في ضوء. أنا عندي مية، هو نفس كوباية المية يا أستاذ سامح، كوباية المية هي بنفس كوباية المية ديت، أنا ممكن أن أروي العديد من المواطنين اكثر من اللي انا كنت بديهم لكل يعني السنه الماضيه. من خلال ايه بقى حضرتك؟ ان انا بوسع هذا الكلام على حاجات، يعني واحد يتحمل اكثر، واحد غير متحمل، فبيبقى عمليه تنسيقيه توزيعيه بحته. بشكر حضرتك وبالتوفيق الدكتور يسري خفاجي، متحدث الاعلامي لوزاره الموارد المائيه والري.